إذن هذه المحبة لابد لها من علامات وأمارات تعرف بها المحبة أنها محبة صدق ومحبة حق. أبو مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود ليس ابن مسعود، قال: كنت أضرب غلام لي، عبد يضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من يذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم كلمة، قال: هو حر يا رسول الله. خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في الصلاة، خلع عليه. ما انتظر الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة ويسألوه لماذا خلع، خلعوا نعالهم. لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يصنعها، هل هذه من الواجبات أو من المستحبات؟ لا، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناس عرفوا بالدهاء، منهم عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب، لكن يقول: لو قيل لي صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، ما استطعت أن أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام إجلالا له. هؤلاء الصحابة يا أخواننا رضوان الله عليهم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. ولهذا قال الشعبي رحمه الله، قال: لو سألت اليهود من خير أصحابكم ما استطاعوا أن يقولوا إلا الذين صاحبوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت بعض الناس اليوم من ضل في هذه الأمة وخرج من الدين من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كذبوا والله. إخواننا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قوم اختارهم لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا الدين، طبقوا. ولهذا قلنا هذه السيرة ليست فقط حكايات تحكى، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد أن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر يظهر أثر المحبة، أثر السيرة، أثر دراسة السيرة على سلوكنا.